دلوقتي هنروح نتابع ابرز واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، واللي من اهمها طبعا منتخب مصر الاولمبي هيواجه نظيره الغيني في نص نهائي كاس الامم الافريقيه للشباب. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعقد جامعة الدول العربية اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين. النهاردة هتبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للصفوف الأولى للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي بجميع مكاتب البريد بداية من 4 يوليو 2023. وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان لها إنه حيتم إضافة مبلغ 10 جنيه رسوم بريدية على المصروفات الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2023-2024. النهاردة في 5:30 عصراً هيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئي الإسكواش في الشرق الأوسط بقاعة مؤتمرات مركز التعليم المدني بالجزيرة، واللي بيشارك فيها نحو 600 لاعب من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة. هيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الغيني في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الدور ربع النهائي لكأس مصر. هيلتقي فريق النجوم مع فريق إمبي في تمام الساعة 6:00 عصراً، وفي 6:30 مساءً هيلتقي الزمالك مع المقاولين.